وينضم إلينا من رام الله نائب رئيس الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار. سيد خالد أهلا وسهلا بك ضيفا كريما على سكاي نيوز عربية. سأبدأ معك بسؤال أول، يعني طبعا من لعلها من أكثر الآفات موجودة على وجه الأرض اليوم، إلى أي مدى باتت رائجة هذه الأمور ونحن نتحدث اليوم عن تجنيد الأطفال؟ صباح الخير لكم وصباح الخير لكل المشاهدين. حقيقة هذا موضوع هام جدا، ومن أبرز الانتهاكات اللي بتعرض لها الطفل على مستوى العالم هو موضوع تجنيد الأطفال. هذه ظاهرة تاريخية، ولكن وجدت أو حصلت العديد من المبادرات من أجل الحد من هذه الظاهرة، سواء على صعيد التشريعات العالمية ومن اتفاقية جنيف الرابعة منعت هذا النوع من التجنيد بحق الأطفال، اتفاقية حقوق الطفل، وأيضا كان هناك بروتوكول خاص في اتفاقية حقوق الطفل بمنع تجنيد الأطفال وتجريمه. على ميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية اعتبرت تجنيد الأطفال من الجرائم الحرب والجرائم قد تصل إلى جرائم ضد الإنسانية. لكن هذه الظاهرة هي أيضا ترتبط بالواقع. قبل يعني ما رأيك أن نقدم يعني تحديدا للمفاهيم أولا، ما الذي نقصده بتجنيد الأطفال واستخدام الأطفال عسكريا؟ هل هو مشاركتهم في الحروب، استخدامهم في أعمال ربما جانبية، استخدامهم كدروع بشرية كذلك؟ أولا الطفل هو ما هو دون سن 18 من العمر، وهذا حسب القانون الدولي وتحديدا في اتفاقية حقوق الطفل. تجنيد الأطفال المقصود فيه هو إشراك الأطفال في الأعمال العسكرية بشكل يعني بأي شكل من أشكال الأعمال العسكرية. للأسف هذه الظاهرة يعني باستمرار تكون وتزدهر في حال وجود نزاعات مسلحة سواء دولية أو محلية. الأطفال يتم استغلالهم، ويعتبر تجنيد الأطفال هو نوع من استغلال الأطفال وزجهم في أعمال عسكرية. الأطفال لا يستطيعون مقاومة الرفض لهذا التجنيد، لا يستطيعون إلا الانصياع للأوامر اللي بيتلقوها، وبالتالي تتعرض حياتهم للخطر بشكل مستمر. ومن هنا الأطفال هم المادة الأساسية والفتيل لإشعال النزاعات الداخلية في كل الدول التي تحدث فيها. سيد خالد، اليوم ما السبيل لمحاربة هذه الآفة، وما العوائق التي يعني يجدها ربما السلطات الأمنية والمنظمات الدولية في سبيل إيقاف تمادي هذا النوع من تجنيد الأطفال واستغلالهم؟ المسؤولية الأولى هي تقع على كل دولة بأن يكون هناك في تشريعاتها ما يضمن تجريم استخدام الأطفال في الأعمال العسكرية أو استغلالهم في الأعمال الحربية، ومن ثم المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبرى كونه هناك اتفاقيات دولية وقعت عليها كل دول العالم بمنع تجنيد الأطفال. هناك نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية التي اعتبرت تجنيد الأطفال هو من جرائم الحرب، وبالتالي في حال أخذت دورها هذه المؤسسات الدولية والمحل الوطنية باعتقادي سيكون هناك بداية لهذا الحل. أيضا طيب على مؤسسات المجتمع المدني أن تلعب دور كبير في هذا المجال. يعني هناك الكثير من المعايير القانونية والتشريعات في هذا الصدد دوليا، لكن مجموعة من الدول حتى الدول الأوروبية، نتحدث عن ألمانيا وبريطانيا، ما نزال نتحدث عن تجنيد أطفال دون سن 18. كيف يمكن يعني التأكد ومن التزام البلدان بعدم تجنيد الأطفال؟ يعني هناك آلية دولية تحديدا عندما نتحدث عن اتفاقية حقوق الطفل، هذه الدول الموقعة على هذه الاتفاقية تقدم تقارير دورية للجنة حقوق الطفل الدولية، وأحد البنود التي يناقش في تقرير الدولة هو موضوع تجنيد الأطفال. حقيقة هناك بعض الدول التي تسمح بتجنيد الأطفال حتى في جيوشها ما هو دون سن 18، وأحيانا يستخدمون مصطلح التطوع أو غيره. القانون الدولي واضح في هذه المسألة، لا يجوز تجنيد الأطفال أو إشراكهم في أي أعمال عسكرية دون 18. وأكثر من ذلك حتى الدول التي تجد أنها كانت تجند أطفال أو غيرهم هو بحاجة إلى إعادة تأهيل لهؤلاء الأطفال حتى يتخلصوا من التجربة الصعبة التي خاضوها، لأن موضوع التجنيد، موضوع الأعمال الحربية، الأعمال العسكرية
هي فوق طاقة الأطفال. طيب سيد خالد، اليوم نتحدث عن نحمل نحن بشكل كبير السلطات والحكومات والدول الراقية ربما مسؤولية إيقاف هذا النوع من الممارسات، ولكن ماذا عن دور الأهل الذين يتساهلون في ربما بين قوسين بيع أطفالهم ليعملون في هذا النوع من الأعمال؟ اليوم التوعية في هذا الإطار ومحاسبة الأهل قبل محاسبة ربما المنظمات أو الأطفال بعينهم. يعني أنا بدأت في كلامي بأنه هناك مسؤولية على المستوى الرسمي، ولكن أيضا هناك مسؤولية على مستوى المجتمع المدني على مستوى الأهل. التقرير تحدث عن أن الاستغلال أحيانا يتم بناء على استغلال الظروف الاقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية وغيرها، وبالتالي الأهل يعني كل أسرة تقوم بمثل هذا العمل هي ترتكب جريمة، ويجب أن أيضا يتم اتخاذ إجراءات بحقها. هذه جريمة كبيرة ترتكب بحق الأطفال، وعلى مؤسسات المجتمع المدني أن تعمل في مجال التوعية، التوعية بمخاطر مثل هذا العمل، وهذا هذا العمل من التوعية باعتقادي قد يحد من يرفع وعي الأهل، وبالتالي يحد من هذه الظاهرة، لكن يبقى أيضا المسؤولية هي متكاملة كما قلت، مجتمع مدني ومستوى رسمي. شكرا جزيلا من رام الله نائب رئيس الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمر.